شاركت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين رئيسة مجلس النواب في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس التشريعية والبرلمانات العربية والذي انعقد اليوم في مقر جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية الشقيقة تحت شعار دور البرلمانيين في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي. وتناولت الكلمة التي ألقتها معالي رئيسة مجلس النواب التأكيد على أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة. عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتوجيهات جلالته السامية السديدة والثاقبة تضع دعم وتعزيز العمل العربي المشترك من أولوياتها الثابتة والراسخة وتطرقت معاليها إلى أن البحرين تعمل دائما على تعزيز مسارات التعاون مع الدول العربية الشقيقة وتوحيد الرؤى المشتركة والاستراتيجيات الداعمة للتضامن العربي سعيا لتجاوز كافة التحديات وخلق الفرص والاستثمارات النوعية والتعامل الفاعل مع التطورات والمستجدات وفق رؤيه حضاريه عصريه متطوره تساير المستقبل ومتطلباته وأكدت زينل أن مجلس النواب في مملكة البحرين يمضي قدما في توظيف أدوات المنظومة التشريعية التي تشهد تقدما متناميا بالعمل مع المجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة من خلال تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية والارتقاء بإسهامات المجالس في دعم جهود التنمية ومواجهة كافة التحديات وتطوير آليات العمل العربي المشترك على كافة المستويات بما يضمن تحقيق تطلعات الشعوب في منطقة اكثر امنا واستقرارا وتقدما وازدهارا وضمان المستقبل الامثل للاجيال القادمه